السلام عليكم، بنرحب فيكم تاني في مادة مقدمة في المدن والنظم الذكية. الآن حنتكلم عن Data Visualization. لنبدأ في Data Visualization، أول حاجة نعمل لودينج لل DSP لل DS Labs، وبنعرف الداتا على إنها ميردرز، وبنشوف الهيد عساس نشوف إيش موجود في السطور الأولى. لما نعمل هذه ونيجي نعملها ران، هاي قالت لي ايش اول ثلاث اسطر وايش نوع الديتا الموجود عندي. هان هاي العنوان الاباما الستيت اول سطر، الابليكيشن هذا الهيد تبعت كل عمود، وايش موجود في الاعمدة الموجودة عندي في هذا المجال. Data visualization is the strongest tool of what we call exploratory data analysis اللي عندي. The greatest value of a picture is when it forces us to notice what we never expected to see. فالداتا فيجواليزيشن من الشغلات المهمة، من الشغلات اللي احنا تلزمنا اللي هي الفانكشن جي جي بلوت 2. الجي جي بلوت 2 اللي عندي اللي هي مثلا لو عندها رسمة بهذا الشكل، هذه بتعطيني رسمة شكلها حلو، هنا بتعطيني الستيتس، وكل ستيت هنا على الاكس اكسس البوبوليشن ان مليونز، وهنا التوتال نمبرز اوف murders and log scale معمولات هنا. نلاحظ أعلى population عندي في كاليفورنيا، وأعلى murder rate موجود في، وأعلى number of murders موجودة في كاليفورنيا. فهذه مش هالحاجات الصعبة. الآن كيف بدي استخدم الفانكشن؟ الآن الداتا اللي بدي اطلع عليها اللي هي احنا بسميتها murder اللي عندي، فأنا بدي اطلع على الأوبجكت الموجودة. أول حاجة لو استخدمت الكوماند هيو عندي جي جي بلوت داتا ايكوال ميردرز، طلع ايش حيطلع لي، طلع في الشبيهان. الآن عملت لي الشاشة الموجودة، هان لسه لازم يطلع لي الديتا الموجودة. طيب الآن we can pipe the data in as the first argument, so this line of code is equivalent to the one above. الآن هذه نفس الشغل اللي بيشتغله بالفوق، هاي هنا البلات الأصل، طيب طيب نيجي نرجع على الملف. الآن بدي أخزنه في البي، هاي عندي خزنت الجي جي اللي عندي في البي، شوف ايش بدي يعطيني. هاي كلاس، كلاس اوف بي، ايش قال لي الكلاس اوف بي عندي جي جي الموجود عندي هاي وجي جي بلوت، هذا اللي اعطاني الكلاس الموجود.
to render the plot associated object, we simply print p. The following two lines of code each produce the same as the above. هذه لو كتبت b او الموجود عندي بنفس الشغلة. نعم في عندي إشكالية بس بعدين بنعالجها في هذا. الآن in ggplot2 we create a graph by adding layers. واللاير can be defined geometries, compute summary, statistic, define what scale to use or even change the style اللي عندي. الآن data لما نحطها في هذا الشكل وجي جي بلات ونضيف لايرز فهذه بتخلينا نشوف وين رايحين في هذا المجال او كيف انا بدي اعمل فيها. الان هاي الميردر جي جي بلات، الان انا قاعد بضيف البابوليشن والتوتال الموجود عندي. هان طلع كلاير على 1 شايف هذه اول عملت لي الشاشة تبعتي. الان حطت لي البوبوليشن الموجودة عندي والنقاط تبعات هاي اول لاير موجودة عندي. فالان لما نيجي نطلع عليها ايش هنا بنسميه استيماتيك Mapping, the estimatic describe how property of the data connect with the features of the graph, such as the distance along an x-axis, the size, or the color. The EES function connect data with what we see on the graph by defining a static mapping and will be one of the functions you use most often when plotting. The outcome of AES function is often used as the argument of the geometry function اللي عندي. لما بدي اجي اطلع عليها murders حطيت اللي عندي انه رايحة هنا على الجي جي بلات وهذا معناته بدي ابدا السطر اللي بعده بتقرا السطر اللي بعده ايش بتقرا الجيوم بوينت عندي هاي الAES عندي البوبوليشن والبوبوليشن قسمتها على 10 اوف to the power of 6 وهذه الواي اللي هي التوتال اللي عندي موجود التوتال ميردر يعني البوبوليشن مقسمة على 10 to the power of 6 يعني البوبوليشن بالمليون مع الهدف الاكس اكسس والواي اكسس التوتال ميردرز الموجود عندي هذه الان اذا بنطلع عليها هاي يعني البي هذا كان نفس المفعول بي نفس الحاجة هنا زائد ايش التوتال هذا اللاين واللاين اللي فوق بيعطيني نفس الدرجة بس بدي اعمل الان a second layer in the plot we wish to make involve adding a label to each point to identify the state. الان GOM label and the GOM text function permit us to add text to the plot with and without a rectangular rectangle behind the text respectively. الان لما بدي اجي اطلع عندي هاي ايش حطيت هنا حطيت ال population والtotal وهذا قلت ايش بدي احط هنا العناوين ال population والtotal حطيت هنا الايش الليبل الابريفيشن يعني كل بوينت تو بوينت حتلاحظ جنبها ايش الليبل الليبل تبعت مين الولايه تبعتهم في هذا الابريفيشن تبعت الولايه والله عندي اي كل واحده مضغوطه الولايه تبعتهم موجود عندها هاي كاليفورنيا هاي تكساس هاي نيويورك هذول كليتهم هذول كله جاي جنب بعضه في هذا المجال.
An example of the unique behavior of AES mentioned above, note that the call B test high B plus geometric population total هذا is fine whereas this call اللي عندي هان ايش حطيت الليبل عندي الابريفيشن موجودة في هذا المجال طلع احنا عندنا هذا ما شتش طيب اشوف السطر اللي قبل البي تست اعطتني نفس هاي العمود هنا توتال وحطينا البوبوليشن بالمليون وهاي اعطتني الولايات الموجودة كل واحدة فيهن ايش هي وايش بتاع كل نقطة بتمثل اي ولاية الآن tinkering with argument وهذه يعني إذا بدنا نيجي نطلع عليها بناخذ بريك وبنكمل فيها الحين أساس نكمل الرسمة بس صار لنا تقريبا 12 دقيقة بناخذ بريك وبنرجع تاني نكمل.